بغيت نوضح الرأي العام، خرجوا بزاف ديال الأخبار زائفة على موضوع الكمامات ولا صفقة الكمامات. هذا الموضوع هذا خلق بالضبط اللغد ليه ديال الخرجة ديال السيد الوزير كيدافع على الحق، حيث خرج واحد الخبر اللي هو كاذب بأن جبروا في المعمل ديال الرئيس الوطني 6 مليون ديال الكمامات واجدة للإكسبور. في ذاك الوقت وقبل ذاك الوقت كانوا عندي بزاف ديال لي كوموند، كيجيوني بزاف ديال لي كوموند اللي يمكن نخدمهم من الإكسبور من عدة دول، كوموند ديال 2 مليون ديال الإكسبور، 8 مليون ديال الإكسبور، 6 مليون. ولكني القرار ديال الوزير ديالنا كان واضح، ممنوع الإكسبور كل ما غطيناش الاحتياج ديال الوطن ديالنا. وانا الطريق اللي رسمت لي الوزارة ديالنا ما جو نمسي با ديفيي 1 مليمتر، بقيت ماشي فيها حد اليوم، مسائل ديالي واضحة الحمد لله. خرجوا بزاف ديال الأخبار الزائفة بأن بزاف ديال الكذب. بغيت نوضح قبل ما سالي الحجر الصحي ديالي، تواصلت مع الرئيس الجهوي باغ انتريم، قلت الله يخليك جمع لي الناس هنا في طنجة، جمع لي الناس وانا باغي نرد على هاد الاخبار هادو. جاوبت هادشي هذا كان الجمعة، السبت ما ردش عليا لحد السيد النهار ديالو بيان سيغ ما نعيطلوش، نهار اثنين ما ردش عليا. مور داكشي هذاك صيفط له ان ايميل اوفيسيال من عند لاميت، كنقول له قل للجنه اللي كتبت هذا ليكليرسيسمون هذا انا مسعد نجاوب، يجيو مرحبا. جاوبني هو كيقول لي هذه اللجنه هذه ماشي الاختصاص ديالها الموضوع ديال لي ماسك. لا اسمح لي، هي اللجنه هي اللي كتبت ليكليرسيسمون، كان خصها تجي وتاخذ الاجوبه. من بين الاكاذيب بان التوب ديال خالوتكس ماشي سيرتيفي، التوب خالوتكس سيرتيفي، ها هي السيرتيفيكاسيون ديالها. من بين الاكاذيب كيقولوا بان انا استغليت كنستغل المعلومه باش نبيع. الله يخليكم، انا عندي دليل، ها هو كنقول فيه بان انا ما يمكنش نبيع. انا الاول عندي ايميل مصيفط لجي ام اس، الحاجه الاولى انا عمري ما توصلت بلا ليست ديال جي ام اس، جي ام اس توصلوا ديريكتومون بلا ليست ديال لي زونتربريز سيرتيفي من عند الوزاره ماشي من عندي، ما عنديش الدليل دينيسي هنا ما كاينش. الحاجه الثانيه وهو نهار اللي اتصلوا بيا قلت لهم كيفاش كتصلوا بيا، بغيت نبدا نفهم. قالوا لي حنا الوزاره صيفطت لنا لا ليست ديال لي زونتربريز سيرتيفي واتصلنا بك ثاني الاولى حيت لا سوسيتي ديالك اسوان. داكوغ. بغاو يشريو من عندي، قلت لهم شحال بغيتو؟ قالوا لي 500,000 بابخي اون بو مونتي 1 مليون. قلت لهم اتونسيون خصكم تشريو من عندي ومع الاخوان ديالنا. قالوا لي هذا الموضوع، هذا الموضوع هذا ما كنعرفوهش، هذه الكمامه ما كنعرفوهاش. قلت لهم خصكم شحال الكمامات باش تعرفوها؟ قالوا لي خصنا نعملوا ان تيست ديال 60,000 ديال. قلت لهم شحال بغيتو؟ قالوا لي 60,000. قلت لهم ملي تجربوها تاخذوا مع الناس اخرين؟ قالوا لي ايه. بعت لهم 60,000 وهي الوحيده اللي بعت مرجانا لا اقل ولا اكثر. الوغ كو هما شراو 3 مليون مع عند الناس اخرين كاملين. الدليل على هذا انا حاليا عندي ستوك ديال 7.6 مليون كمامات، ماشي كيقولها محمد بوبوح، لا الوزاره كانوا عاملين الناس ديالهم كيحسوا معنا كمامه بكمامه، وهذا دليل بان عندي 7.6 مليون كمامات. ولحد اليوم ما عملتش كمامه واحده للاكسبور، وما عملتش الاكسبور ديال كمامه واحده، كلشي خليته للوطن ديالنا. مزيان كيقولوا بان انا استغليت لافورماسيون ديال لا نورم ايمانور، خليتها عندي ما عملتش لا ديفيزيون ديالها. خطا. ها هو الايميل 1 افريل مصيفطين جميع لي مونبر، ها هي لا نورم ايمانور، ومصيفطين حتى لا نورم نيت، مصيفطين لا نورم. ها كيفاش لا نورم؟ عملنا اجتماع نهار 3 افريل مع المكتب الوطني، وعملنا اجتماع نهار 8 افريل مع المكتب الوطني،
اللي كانوا فيهم ناس خمسة ديال لي زادمينستراتور من غير الرئيس الجهوي ونائب الرئيس، كاين خمسة لي زادمينستراتور من طنجة، هما عارفين جميع الطرق. وسهلنا بزاف لا سيرتيفيكاسيون ديال الشركات، سهلناها على الجميع. دليل على هذا كاين اليوم 177 شركة سيرتيفية إيمانور في المغرب كامل. وهاد الضجة هادي وقعت في طنجة، قال لك اسيدي اشتغلت مع شركات ديال لا فورميل مزيان. انا سيدي الشركات اللي اشتغلت معاهم كاملين عندي في لو سيرتيفيكا ديال لي سو تريتون ديالي ديال ايمانور، هما كاملين هنا. بمناسبة هذا الموضوع هذا نجح، كنشكر السيد الوالي اللي تعاون معنا وعملنا لجان باش خدمنا، خدمنا الحمد لله كما ينبغي، المسائل كانت مضبوطة. اللي بغيت نشير عليه لان يمكن كاين بعض الناس دابا الوقت كيدوز وانا كنعرف اكثر، يا اما الحقد والحسد، يا اما الحقد وهدف سياسي، وغادي نجي ان شاء الله غنوضح كل شيء. هادشي هذا كامل ما كاين مشكل، اللي هو اخطر اخطر هما هاد الناس هادو مشاو كيحاديو الاقتصاد الوطني ديالنا. هادو اعداء الوطن، اعداء الاقتصاد الوطني، هما كاملين خمسه د الناس، ولكن هما كيتحركوا وكيزيدوا يغرقوا في لي ساب موفون. مشاو قمه الوقاحه، مشاو كيترجموا جميع لي زارتيكل اللي كيخرجوا في لي جورنال اللي فيهم دي زاتاك فرونتال بالنسبه ليلي، وكيصيفطوهم كيترجموهم يصيفطوهم انديتكس. مشاو كيقولوا بان واحد السيده ديال انديتكس شركه ديال ستير كتعطيني 90% من الكاباسيتي ديالها. خطا كاذب. الشركه ديالي في المرتبه رقم 8، من الاولي من الثاني من الثالث من الرابعه، في رقم 8. خصهم يعرفوا بان انديتكس معروفة بالنزاهة ديالها. واش السيدة هذه اللي مشاو تهموها تسبوا لها في أزمة نفسية، مشات المستشفى. خصهم يعرفوا بأن واخا يكون عندهم أهداف هاد الناس ديال الحقد ولا ديال الحسد ولا سياسي، خصهم يعرفوا بأن ما كاينش شي حزب سياسي في المغرب يمكن يتفق بأن احنا نمشيو نخربوا الاقتصاد الوطني ديالنا. هذا واحد التصرف غير مسؤول، غير اخلاقي، متهور. لان انديتكس حاليا كتمثل تقريبا 50% من التشغيل في المغرب، للقطاع ديالنا كيشغل 200 الف شخص، وهنا في الشمال انديتكس كتمثل 80%. واش هاد الناس هادو غيخرجوا على هاد الاقتصاد ديالنا وعلى الشركات ديالنا؟ واش هاد التصرف عقلاني؟ الله يخليكم، خصو لابد السلطة ديالنا يفتحوا تحقيق في هذا الموضوع، هذا موضوع وطني. هاد الناس هادو خصهم يقفوا على الحد ديالهم، ما يمكنش حنايا نخليهم يعملوا هاد الشغل ديالهم بالطريقة هادي، هادشي غير عقلاني. اللي كنتكلم كنتكلم بالدلائل، هاد الناس عنده ولا عندهم شي دلائل يجيبوهم، اما البلعه ديال الكذوب والهضره الخاويه الله يخليكم ما خصناش نسمو الريوس ديال الصناع ديالنا بالكلام الخاوي. حنا عندنا تحديات خصنا نمشيو فيهم صافي. بمناسبه كنتمنى الشفاء العاجل صاحب الجلاله نصر الله، ربي يحفظه لنا، والسلام عليكم.